عالم الرياضة واللياقة مليء بالمفاهيم الخاطئة لدى الكثير بسبب عدم المعرفة الكافية أو الدراسة المخصصة في هذا المجال، وتنتشر فيه الكثير من الخرافات الرياضية اللي ما لها أساس من الصحة. نتناولها مع الكوتش رودينا سكيف الحاصل على أكثر من 12 شهادة دولية في مجال اللياقة البدنية والتغذية الرياضية. هذه المفاهيم هو أن دهون الجسم مع الرياضة تتحول لعضل. لحتى أجاوب على هذا السؤال لازم نتعرف من إيش مركب العضلات ومن إيش مركب الدهون. العضلات والدهون تركيبتهم مختلفة تماماً. العضلات بتجي على ثلاث أشكال: هيكلية اللي هي ملتصقة في الهيكل العظمي، وقلبية مثل القلب، وملساء مثل الأمعاء. الأنسجة العضلية تتكون من حزم من الألياف العضلية اللي بتكون مؤلفة من سلاسل طويلة من الأحماض الأمينية. الدهون بتكون مركبة من ذرات متنوعة مثل الكربون والهيدروجين والأكسجين، يعني كيميائياً تركيبهم مختلف، فبالتالي مستحيل نحول الدهون لعضل مثل اللي بده يحول موزة لتفاحة. التقيؤ دليل على الاستفادة الكاملة من التمرين، وإذا الواحد ما تقيأ يعني ما تمرن. أكيد لا يعتبر التقيؤ هو دليل على قوة التمرين. في حمض بيفرزه الجسم أثناء التمرين اسمه اللاكتيت، هو بيستخدمه لإنتاج طاقة أكبر. بس لما العضلات تبلش تفرز أكثر مما يحتاجه الجسم بيبلش يتراكم في الدم، وكل ما ارتفع مستوى الأسيدتي الدماغ بيقراها على أنها هي شيء سام ومؤذي ولازم يتخلص منه، وبيكون عن طريق التقيؤ، فهذا الشيء غير صحيح. بعض الأشخاص يمرنوا جزء معين في جسمهم بغرض خسارة الدهون في هذه المنطقة تحديداً. أكيد ما في هيك شيء، ما فيني إني أنا نحف منطقة أو أستهدف منطقة معينة لأني أنحفها، بس ممكن أعمل تمارين أشد فيها منطقة معينة. مثال يعني ممكن مثلاً أعمل تمارين كتير لعضلات إيدي، نتيجتها رح تصير إيدي أقوى. عملية خسارة الدهون بتحددها الجينات تبعيت الشخص، بيحددها العمر تبع الشخص، بيحددها الجندر اللي هو ذكر أو أنثى. أحد المفاهيم المنتشرة إن كثرة التعرق دليل على خسارة الدهون وإنها الطريقة الوحيدة لخسارتها. أكيد لا، نحن بنخسر 80% عن طريق الزفير و 20% الجسم بيطرحها على شكل سوائل، يعني بدلات الساونا تعترف مصاريف زيادة بدون فائدة. أما قياسنا لوزننا قبل التمرين وبعد التمرين بيفيدنا في شغلة واحدة بس، إنه نحن نعرف قديش خسرنا سوائل حتى نعوضها بعد التمرين، فهذا الشيء يعتبر مفهوم خاطئ. الموضوع هذا منتشر بشكل كبير بين أوساط البنات، وهو خوفهم من رفع الأوزان عشان لا يصير شكلهم مثل شكل الرجال. مستحيل شكل جسم البنت يتحول أو يشبه شكل جسم الرجل إذا كانت عم ترفع أوزان. هلأ في هرمون اللي هو هرمون الذكورة اللي بيكون موجود عند الجنسين الإناث والذكور، بيرتفع بنسبة بسيطة وقت التمرين عند الإناث تكاد لا تذكر، بس بيرجع كل شيء لوضعه الطبيعي بعد ما نخلص التمرين. يعني علميا مستحيل هذا الشيء يكون إذا ما تدخلت فيه عوامل خارجية مثل إنه حدا أخذ هرمون، أخذوا ستيرويدز، هاي الأشياء ممكن إنه تخلي شكل البنت يصير يشبه شكل الرجل. أما رفع الأوزان مستحيل يخلي شكل الجسم بدون تدخل خارجي يشبه شكل جسم الرجل. في الختام، السؤال وأخذ المعلومة من مصادر موثقة وعلمية أفضل الحلول.